هذا العنصر غير متاح في بلدك، رسالة مكروهة مزعجة، ولهذا السبب إليكم 10 متاجر بديلة لجوجل بلاي. أهلا في أبتكار. ونبدأ مع متجر أبتويد، وهو أحد أبرز المتاجر التي اشتهرت منذ إصدارات الأندرويد الأولى. يتضمن هذا المتجر عدداً كبيراً جداً من التطبيقات التي يتم رفعها من مختلف المواقع والمصادر. يوفر المتجر أيضاً تحديثات للتطبيقات بشكل أسرع من متجر جوجل الرسمي، ويتضمن بعض التطبيقات المجانية التي تكون مدفوعة في متجر جوجل. لكن مهلاً، هناك مشكلة، المتجر ليس آمناً بالشكل الكافي كونه يحتوي على تطبيقات من مصادر كثيرة، لذا عليك الحذر أثناء استخدامه والبحث عن التطبيقات الموثوقة. ثانياً، أمازون أب ستور هو المتجر الرسمي لشركة أمازون، وتجده مثبتاً بشكل مسبق على أجهزة التابلت الخاصة بالشركة. يحتوي المتجر على أكثر من 350 ألف تطبيق مجاني ومدفوع، إضافة إلى الكتب والأفلام ومقاطع الموسيقى التي تتوفر عادةً بسعر أقل مما هي عليه في متجر جوجل. يقدم المتجر ميزة مثيرة تتمثل بالعرض اليومي الذي يطرح أحد التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني، ما يمنح فرصة الحصول على بعض التطبيقات الشهيرة المدفوعة مجاناً. ثالثاً، جالاكسي ستور. من الطبيعي أن تشعر بالثقة والأمان أكثر عندما تستخدم تطبيقاً لشركة معروفة، وهذا ما ينطبق على متجر جالاكسي ستور. يحتوي هذا المتجر على كل تطبيقات سامسونج التي تتواجد في أجهزتها، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من التطبيقات الأخرى. يمكن القول أن هذا المتجر موجه بالأساس لمستخدمي أجهزة سامسونج، لكنه يصلح لكل أجهزة أندرويد بشكل عام. رابعاً، جيت جار هو واحد من أقدم متاجر التطبيقات المتوفرة، حيث أنه لا يقتصر على توفير تطبيقات للأندرويد، بل أنه كان متجراً لأنظمة بلاك بيري وسيمبيان التي كانت تعمل على أجهزة نوكيا القديمة. يحتوي المتجر على أكثر من 800 ألف تطبيق ولعبة، ويميزها التنظيم الجيد والواجهة السهلة. لكن المشكلة أن التطبيقات ليست كلها محدثة لآخر إصدار. يبقى هذا المتجر خياراً جيد كبديل أو مكمل لمتجر جوجل. خامساً، أب برين. إذا كنت تبحث عن تحميل بعض التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني وقانوني، فهذا المتجر هو الخيار الأفضل. كل التطبيقات في هذا المتجر موجودة في متجر جوجل بلاي، لكن المطورون يعرضون تطبيقاتهم المدفوعة بشكل مجاني لفترات مقابل قيام المتجر بنشر دعايات وترويج تطبيقاتهم. وبما أنه مساحة كبيرة للمطورين والمستخدمين معاً، ستجد في هذا المتجر معلومات وتفاصيل عن التطبيقات قد لا تجدها في مكان آخر. سادساً، أفيدرويد. يختلف هذا المتجر عن بقية المتاجر في القائمة كونه مخصص للتطبيقات المجانية ومفتوحة المصدر، أي أنك ستجد فيه الكثير من التطبيقات المعدلة. يمكن هذا المتجر المستخدمين من تنزيل التطبيقات والوصول إلى أكواد المصدر بسهولة ومجاناً، ما يجعل هذا المتجر بيئة خصبة للمطورين. المتجر يمكنك تحميله بسهولة من موقعه الرسمي. سابعاً، سلايد مي بديل آخر لمتجر جوجل بلاي. يحتوي على تشكيلة واسعة من التطبيقات المجانية والمدفوعة، يتميز بسهولة الاستخدام، كما يمنح هذا المتجر مجالاً للمطورين من خلال طرح مشاريع تطبيقاتهم، ويتيح أيضاً للمستخدمين تجريبها. ثامناً، أب جاليري هو الحل الأول الذي تقدمه شركة هواوي لأجهزتها الجديدة بعد حظر خدمات جوجل. قامت الشركة مؤخراً بتطوير المتجر وتحسينه ودعم بلدان أكثر، وذلك بعد أن كانت معظم التطبيقات بداخله موجهة للسوق الصيني. متجر هواوي يقدم كل التطبيقات الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات أخرى، كما هو الحال مع متجر سامسونج. تاسعاً، ABK Mirror. هذا المتجر هو عبارة عن موقع إلكتروني وليس تطبيق، حيث يقدم التطبيقات المتوفرة على متجر جوجل بلاي للتحميل بصيغة ABK، وهي صيغة ملفات تنزيل التطبيقات في نظام التشغيل أندرويد. حسب المراجعات، التطبيقات المتوفرة على الموقع آمنة وخالية من البرمجيات الخبيثة. الموقع لديه قاعدة بيانات كبيرة، ويقوم بطرح آخر ملفات تحديثات التطبيقات يومياً حتى قبل إصدارها على متجر جوجل. لكن عليك أن تحمل التحديثات بنفسك، إذ لا يوجد متجر لتقوم بالتحديث من خلاله. عاشراً، أب تو داون. أبرز ما يميز هذا المتجر هو مستوى الأمان فيه، حيث تخضع كل التطبيقات للتجارب وفحص الفيروسات والبرمجيات الخبيثة من قبل أكثر من 50 خدمة حماية من الفيروسات قبل طرحها على المتجر. يحتوي هذا المتجر على أهم تطبيقات وألعاب الأندرويد، ولديه تطبيق رسمي في متجر جوجل بلاي. انتهينا من عرض المتاجر البديلة، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء القادم وحلقة جديدة من أبتكار. إلى اللقاء.